محصول كثيف من الخضروات الورقية يتعلق من جذوره بغشاء بوليمر رقيق، مهما تهزه لا تتساقط الأوراق. هذا الفيلم الشفاف من البوليمر يحل محل التربة. بهذا الفيلم أو الغشاء المنتج بطريقة خاصة يمكن زراعة محاصيل عديدة بدون تربة. إنه نفس مبدأ الأغشية شبه القابلة للنفاث في الكلى الاصطناعية. أخذت المواد المستخدمة لفلترة الدم عند غسيل الكلى كوسيط لزرع الخضروات. النبات على الغشاء يمتص الماء والمغذيات من أسفل من خلال ثقوب لا تحصى بحجم النانو شبيهة بفلاتر غسيل الكلى. تنمو البكتيريا والفيروسات في المحلول الغني بالمغذيات، ولكن الثقوب صغيرة بدرجة لا تسمح بمرورها. يغذى النبات جيدا محميا من الأمراض وينمو فوق الغشاء. بهذا يمكن إنتاج محاصيل غذائية آمنة للغاية. الغشاء يحميها من الأمراض ولا حاجة لاستخدام الكيماويات الزراعية. آمنة وبسيطة، هذه التقنية الجديدة الثورية تتيح حتى لمن لا خبرة له في الزراعة دخول المهنة. نظرا لعدم وجود تربة، من السهل التأكد بالعين المجردة من حالة نمو الجذور. عينات يومية من المحلول المغذي المتدفق تحت الغشاء تعطي المزارع كل البيانات اللازمة لإدارة المحصول بدقة. إدارة إمدادات الماء تمكنني من التحكم في معدل النمو بدقة. أرى تغيرات الجذور في الحال وأشعر أنني جزء من كل مراحل الإنتاج. الزراعة الجديدة الخالية من التربة جذبت اهتمام إمارة دبي. تنمو الطماطم في وسط الصحراء، ما يثبت أن هذا الغشاء يجعل الزراعة ممكنة في أي مكان على كوكب الأرض. تقنية البوليمر اليابانية تعد بتغييرات ثورية في طريقة حفظ السوائل الغذائية كالمشروبات والصلصات. الآن عادة ما تحفظ في قوارير وعلب صفيح وكراتين، ولكن فتح تلك الحاويات ولو للحظة يسمح بدخول الهواء فيؤكسد ويفسد المحتوى. أما الحاوية المصنوعة من غشاء بوليمر مطور خصيصا فيمكن بسهولة إعادتها إلى حالة انعدام الهواء ولو فتحت مرات ومرات، وحفظ الطعام طازجا لأي فترة من الزمن. أعتقد أن هذا الغشاء سيسجل في تاريخ البشرية كخطوة مهمة للأمام، فهو قادر على أشياء تعجز عنها القوارير وعلب الصفيح. أثبتت التجارب فعاليته في حفظ جودة زيت الزيتون رغم مرور عام كامل. إنها طريقة لحفظ طازجة مكونات الطعام حتى آخر قطرة. سيكون لفيلم البوليمر الجديد هذا أثر هائل ودائم. في الحقيقة أعتقد أن هذه ستكون تقنية أساسية وضرورية في الصناعات اليابانية طوال ما تبقى من هذا القرن. بتسهيل زراعة المحاصيل لأي شخص وفي أي مكان، وبتغيير طريقة حفظنا للطعام، هذا الغشاء الياباني الثوري سيساعد في حل مشاكل عالمية عديدة.